لتنفيذ هذا الموديل رح نستعمل طلاء الأساس ومثبت اللون، لون الأخضر، الاستراس الفضي، وعود لتثبيت الاستراس. بالبداية نوضع طلاء الأساس على كامل الأظافر. نحن اخترنا لون الأخضر يلي هو موضة هيدي الصيفية. ولديزاين حلو رح نستعمل الاستراس الفضي. وبالنهاية مثل العادة رح نوضع مثبت اللون. وهيك منكون حصلنا على هالموديل.